ريد رايت هاند، فيلم اكشن وجريمه انتاج 2024، مده الفيلم ساعه و50 دقيقه، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 15 عاما، متوفر للمشاهده. قصه الفيلم: يسعى كاش لعيش حياه هادئه بعيدا عن حياه الجريمه، ولكن حينما تجبره رئيسه عصابه على العوده للعمل المحظور معها، يسعى كاش لفعل المستحيل في سبيل انقاذ عائلته وبلدته. العنوان العريض للفيلم روتيني ومكرر. السيناريو والحوار: يتبع السيناريو هيكلا تقليديا لفيلم الاثاره والجريمه مع بدايه ووسط ونهايه واضحه. تبدا القصه بتقديم الشخصيه الرئيسيه كاش كرجل سابق مدمن على المخدرات، يحاول اعاده بناء حياته، ويتم ادخال عنصر الصراع من خلال بيك كات زعيمه عصابه قاسيه تطلب من كاش العوده الى العمل معها. تدور احداث السيناريو حول صراع كاش مع بيك كات، حيث يضطر لاستخدام مهاراته العنيفه لحمايه عائلته، ويتم تقديم شخصيات ثانويه، ويتم استكشاف علاقتهم مع كاش. يتصاعد التوتر مع تصاعد العنف بين كاش وبيك كات. بناء السيناريو متماسك وتسلسل منطقي للاحداث، ولكن سيناريو روتيني، حبكه يمكن التنبؤ بها، الشخصيات الثانويه غير مكتمله التطوير، بعض الحبكات الفرعيه غير ضروريه وتشغل مساحه دون اثراء القصه. الاخراج والتصوير والاضاءه: يظهر المخرج مهارات جيده مع تحكم جيد في الكاميرا والاضاءه والتصوير، يستخدم مجموعه متنوعه من اللقطات والزوايا لخلق شعور بالتوتر والاثاره. يتم اخراج مشاهد العنف بشكل جيد. يتميز الفيلم بتصوير سينمائي بجوده متميزه مع تكوينات متوازنه مع استخدام فعال للظلام والضوء، ولكن بعض المشاهد تبدو مألوفه ومكرره، وبعض مشاهد الحركه تبدو مرتبكه وغير واضحه. مثال للتوضيح كيف ان المخرج متحكم بشكل جيد في الديكوباج: مشهد العشاء التي تقدم فيه بيك كات طعاما لضيوفها بينما تعذب شخص ما، لقطات واسعه تظهر طاوله العشاء والضيوف، ولقطات متوسطه تظهر بيك كات وهي تتحدث الى الضيوف، لقطات مقربه تظهر تعبير وجوه الضيوف اثناء التعذيب، مع زوايا مرتفعه تظهر سيطره بيك كات على الموقف، وزوايا منخفضه تظهر الضحيه، مع استخدام اضاءه خافته تخلق جو من الغموض والتوتر. يخلق هذا المشهد شعورا بالرهبه والرعب من وحشيه بيك كات. المونتاج: ايقاع سريع مع تسلسل سلس للاحداث. الديكور: واقعي ومقنع مع استخدام فعال لاماكن التصوير والالوان. الموسيقى: مناسبه للاجواء العامه بالفيلم وتساهم في خلق جو من التوتر والاثاره والتشويق. الممثلين: نقطه الضعف في الفيلم اداء بطل الفيلم فقط كان متوازنا ومقنعا، اظهر مشاعر الغضب والحزن واليأس بشكل فعال. ممثله شخصيه بيك كات لم تكن مقنعه تماما، بينما اظهرت بعض القوه والقسوه، الا انها لا تلائم الدور. الادوار الثانويه كانت ضعيفه، لم يكن هناك الكثير من التميز في الاداء، وهذا ناتجا من توجيه غير كافي من المخرج. فيلم اكشن وجريمه روتيني يحمل عنوانا لا معنى له، يتميز ببعض العناصر الايجابيه مثل التصوير السينمائي، الا انه يعاني من نقاط ضعف في الاداء التمثيلي خاصه في دور بيك كات وبعض الادوار الثانويه. يمكن اعتبار الفيلم مناسبا لمحبي افلام الاثاره والجريمه العنيفه، لكنه قد لا يرضي عشاق الافلام ذات القصه العميقه والشخصيات المقنعه. تقييم للفيلم هو 5/10.